بنمثل 461 مالك. اشترينا شاليهات من قرية من شركة اسمها مزايا، اسمها مزايا للتطوير العقاري. الشركة دي بعت لنا شاليهات في الساحل الشمالي جنب قبل ما تروح شوية. احنا رحنا القرية لقينا عبارة عن هياكل خرسانية. احنا 461 واحد دافعين فلوس، معظمنا بنخلص الفلوس عليه والباقي دافع على حاجة 80%. طب انت ما حدش استلم خالص حاجة وبيستغل بند في العقد ان هو اللي مش هيدفع في 20% خصم من قيمة الوحدة على أساس إن هو يفسخ العقد ويرجع يبيعها تاني لناس تانية، وموضوع نصب شغال، ولجأنا للقضاء، القضاء بيقول قضية مدنية، بعتنا عملنا عريضة للنائب العام، النائب العام برضك ما فيش تحرك، فإحنا بنستنجد بالدولة إنها تجيب لنا حقنا.